المفترض ان فعلا رمضان يكون بيشحن لسنه كامله؟ المفترض ان احنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحسنه بعشر امثالها. المفروض احنا بعد العيد بنصوم ست ايام البيض. ايوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله، يعني كانه صام السنه كلها. فالعلماء قالوا ايه؟ هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله؟ لان الحسنه بعشر امثالها، فصيام الشهر في 10 هيساوي لنا كام شهر؟ 10 شهور، والست ايام في 10 ب 60 يوم، يبقى الشهرين الايه؟ الباقيين. فكان رمضان بيدينا طاقه ايمانيه وطاقه روحيه، لانه بيعالج الروح. يعني لما اصوم سبب قسوه القلب وبعد القلب عن الله سبحانه وتعالى اربع امور. كثره الذنوب والمعاصي، الانسان بيعمل معاصي فكل شويه تعمل له طبقه ران كده على القلب فيخليه شويه لا يتذوق الايمان بالله ويبتدي يبعد. كثره اللهو، مقضيها طول الوقت ضحك وهزار ولا يلتزم بعبادات، ويعني حياته صعبه جدا. رقم ثلاثه ان هو بينام كتير جدا، النوم. النوم. رقم اربعه بياكل كتير جدا، ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه. بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه. التخمه بتخلي الانسان يصاب بالكسل والخمول وينام كتير، ولما ينام كتير القلب يقسو فيعصي الله عز وجل كتير. فاحنا محتاجين شهر رمضان كانه بيغسلنا من هذه الهموم، كانه غسل القلب. فنلاقي نفسنا ما بناكلش كتير، ونلاقي نفسنا ما بنعصاش ربنا لان اليوم صيام وبالليل قيام وقراءه قران، فنقلل من الايه؟ من المعاصي ونكثر من الطاعات، وكمان بنقلل من اللهو واللعب، وكمان الانسان يقلل من النوم لان عدد ساعات النوم في رمضان بتبقى قليله شويه. فكاننا عملنا اعاده يعني ضبط مصنع لهذا القلب، فرجعناه مره تانية سليم نقي. فمش لازم بقى يعني نرجع مره تانية نصيب هذا الايه؟ القلب. نحافظ عليه، لو حافظنا على القلب هيوصلنا رمضان اللي بعديه وهو سليم نقي كما كان. قرار التغيير، ان انا قررت، يعني احنا رمضان هو كان في فرضيه ان لازم في حاجات هتتعمل، يعني لازم هتتعمل، ممكن مش هتبقى نابعه من اراده داخليه قوي قد ما انا مجبر ومكلف بده. صحيح. لكن ما بعد رمضان فانا القرار بايديا اني اكمل ازاي. تمام. القرار ده يجي ازاي؟ القرار يجي ازاي؟ هي كانوا اتكلموا كلام جميل جدا عن النقطه السلوكيه في شهر رمضان، ولذلك بيسموا رمضان ده يعني كانه مصحه للمسلم وللمؤمن. بيدخل شهر رمضان يقرا قران كتير، فده غذاء الروح. وقلنا الاجراءات اللي بتسبب صلاح للقلب، وتقليل الطعام والشراب بيسبب صحه للبدن، سبحان الله. فكانه بيدخل من المصحه دي بتصلح كل شيء، يخرج من شهر رمضان جميل جدا. فقالوا بقى الميزه في شهر رمضان ان احنا لازم نكون فهمناها الايام اللي فاتت. ولازم نطبقها دلوقتي. قالوا ان الانسان لحظه ان يمتنع عن الطعام والشراب بيجي له شعور بالجوع. طيب هذا الشعور بيولد رغبه. اي شعور عند الانسان يولد عنده رغبه، يعني عنده شعور بالملل عاوز يخرج، عنده شعور بالغضب عاوز يزعق، عنده شعور بالفرحه عاوز يتنطط. فاي شعور بيخلي الانسان عنده رغبه. فحينما شعر المؤمن بالجوع شعر برغبه في تناول الطعام. ايوه. طيب لما جات عنده الشعور ولد رغبه والطعام موجود، عمل ايه؟ قالوا انه تحكم في هذا الشعور واجل هذه الرغبه لوقت ايه؟ معين، لوقت المغرب. أيوة. طيب فكأن الصوم يقول لي حينما تشعر بأمر من أمور المعاصي، واحد عاوز يطلق بصره شاف حاجة جميلة فولدت عنده شعور بالإيه؟ بأنه عاوز يشوفها. والشعور ده ولد عنده رغبة بإطلاق البصر. رمضان يقول لك إيه؟ يقول لك اضبط هذا الشعور وتسامى عن هذه الرغبة وأجلها لما تكون في الحلال. لما الإنسان ينجح بنسبة 100% في دورة تدريبية مكثفة 30 يوم متتالية، ما فيش بريك، 30 يوم، إن هو يؤدي أمر سلوكي ليس معتاد عليه، لما بيجوع بيتناول الطعام، كذلك المفروض بقى ناخدها ونطبقها في كل أمر سلوكي يقع فيه الإنسان. ترويض النفس. ترويض النفس. معنى ترويض النفس بقى؟ ترويض النفس تهذيب النفس. ما قالوا العقل البشري ده بينقسم لقسمين، العقل الواعي والعقل اللاواعي.
العقل الواعي اللي هو بيقوم بالمهام الحالية. يعني مثلا نضرب لها مثال للتوضيح، لو أنا بتعلم السواقة الأول مرة بقوم ماسك في العربية كده ومتوتر، لأن العقل الواعي أقل من العقل اللاواعي بأربعين مليون مرة. يعني سرعة العقل اللاواعي 40 مليون بت في الثانية، العقل الواعي 40 بت في الثانية، تمام؟ فالعقل اللاواعي سريع جدا، ولذلك كل المهام اللا إرادية بتكون في العقل اللاواعي بينفذها الإنسان. فقالوا الإنسان يكتسب السلوك بطريقة واحدة وهي التكرار. يبقى لو أنا مثلا عندي مشكلة سلوكية، بشتم أو بنظر للحرام أو بخرج في مكان ما ينفعش أروحه، لما اكتسبت هذا السلوك اكتسبته بطريقة إن أنا عملت ده مرة ورا مرة ورا مرة، فتكرر هذا الفعل فأصبح في العقل اللاواعي. طب علشان أشيله من العقل اللاواعي، لا توجد طريقة أخرى غير التكرار، وهي تكرار الترك، بيسموها التخلية. أنا عاوز أخلي نفسي، عاوز أصفي نفسي من هذه الإيه المشاكل، فأقوم أكرر ترك هذا السلوك السيء. يعني أنا بقول كلمة سيئة، فكل لما أجي أقولها أمسك لساني، كل لما أجي أقولها أمسك لساني، لو كررت الترك يقوم العقل اللاواعي ينسى هذا الأمر، فيحصل إيه؟ أترك هذا السلوك السيء. طب لو لمدة قد إيه مثلا؟ يعني هم حسبوها على أطوار خلق الإنسان، فقالوا إن الإنسان بيتغير من طور إلى طور. يعني مثلا ربنا خلقنا نطفة 40 يوم، علقة 40 يوم، مضغة 40 يوم، فالإنسان بيتغير من حالة إلى حالة 40 يوم. فالمفروض إن هو يظل 40 يوم يحافظ على الصلاة، بعد كده هتبقى الصلاة سهلة، بقت جزء من الروتين اليومي بتاعه. أيوة. يتخلى عن سلوك سيء مدة 40 يوم، خلاص هو خرج، عمل له ديليت، حذفه من الذاكرة بتاعته، مبقاش موجود.